يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين. يوم جديد جميل بإذن الله، ومصر جميلة ودايما هتفضل جميلة. وعايزين نقول النهاردة هيبقى حر شوية، الناس تخلي بالها اللي نازلين، محدش يتعرض للشمس، ونحاول إن احنا نشرب مية كتير ونلبس ألوان فاتحة عشان خاطر ما تشدش أو ما تجذبش أشعة الشمس لينا. دي كانت يمكن تصريحات هيئة الأرصاد الجوية لينا اليومين اللي فاتوا، قالوا لنا خلوا بالكم درجات الحرارة هتعلى شوية الفترة اللي جاية، فنخلي بالنا من الحاجات دي. الحقيقة النهاردة حلقتنا هيبقى فيها فقرتين زي ما احنا متعودين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن آثار منطقة تونا الجبل، هيكون معنا ضيفنا الكريم دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة في كلية الآثار جامعة القاهرة. وهنتكلم كمان في الفقرة الثانية عن نهائي بطولة الأمم الإفريقية. وخلينا في الموضوع ده بالذات نوجه رسالة باللغة الفرنسية لنجومنا وأبطالنا وضيوفنا الكرام العزاز اللي موجودين، هنقول لهم أهلا بيكم في بلدكم تاني، وهنقول لهم كمان إن الفاينل بإذن الله يوم الجمعة هيبقى فاينل استثنائي لان هو بيضم فرقتين كبار جدا، وهنقول كمان النهارده في ماتش الثالث والرابع بين فرقتين كبار جدا 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 نتفرج عليهم ونستمتع. خلونا نقول لهم ان شاء الله لا فينال دو فوندردي سورا اكسبسيونيل، elle opposera deux des grandes équipes du football africain, les Lions de la Teranga et aussi les Fennec. Aujourd'hui, il y aura le match pour la 3e place qui opposera deux grandes équipes aussi. Il s'agit des Aigles de Carthage et les Super Eagles, et nous allons regarder ensemble une troisième place exceptionnelle, un match exceptionnel bien sûr. وطبعا هنتفرج على مباراة استثنائية النهاردة في مباراة الثالث والرابع، هنستمتع بكرة جميلة، بنشجع كل الفرق، بنحب كل الفرق. نجحنا الحمد لله بفضل الله بأن احنا ننظم بطولة يمكن على أعلى مستوى، 24 فريق أول مرة تحصل. يعني الحمد لله احنا سعداء، وان شاء الله هنتفرج ونستمتع في المباراة النهاردة والمباراة الفاينل بإذن الله. خلونا ناخد أخبارنا النهاردة، معانا ثلاث أخبار. يمكن أول خبر معايا بيقول وزير الثقافة والآثار ومحافظ القاهرة يحتفلون مع سفراء العالم بافتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ. تفاصيل الخبر بتقول افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد عناني وزير الآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر. الزيارة مجانية لمدة شهر اعتبارا من الأحد 15 يوليو إلى أن تكون موعدها في فترتين من 9 صباحا حتى 2 ظهرا ومن 5 بعد الظهر حتى 9 مساء. وبمناسبة الافتتاح تقدم وزارة الزراعة وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية 5 منح لورش عمل فنية في مجالات كتابة السيناريو والرواية والقصة القصيرة، إلى جانب تخفيضات على الكتب المتاحة بمنفذ البيع الخاص بالمتحف، وتصل إلى 50% لمطبوعات وزارة الثقافة و 25% لإصدارات دور النشر الأخرى. هي حاجة جميلة جدا. هنشوف الخبر الثاني بيقول انتهاء من تطوير وإحلال ميدان المهندسين بالدخلة في الوادي الجديد. تفاصيل الخبر بتقول تم الانتهاء من تطوير وتجميل ميدان المهندسين بمدينة موت بتكلفة 248 ألف جنيه تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز مدينة الدخلة، وذلك في إطار اهتمام مركز الدخلة بتطوير الميادين العامة والحفاظ على المظهر الحضاري لها. تطوير ميدان المهندسين تم بأفضل التصاميم التي تربط بين الحداثة وتاريخ الوادي الجديد، وذلك من خلال تنفيذ مجسما لمعبد هيبس، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال التطوير في عدة ميادين أخرى بميدان موت، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ميدان المستشفى من خلال تجهيزه بأرضية لاندسكيب وتحسين مستوى الإضاءة في الميدان. الخبر الثالث بيقول مصر في تصنيف الكاف الأول للتصفيات أمم أفريقيا 2021. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تصنيف المنتخبات قبل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، والتي من المقرر لها أن تقام في الكاميرون. وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول برفقة الجزائر والمغرب وتونس والكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية زي ما احنا شايفين على الشاشة. وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم غدا الخميس موعدا لسحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021. طيب دي كانت أخبارنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني عشان نبتدي على طول أولى فقراتنا في مصر جميلة. يلا بينا.
الاغاني من بحر المواويل والاغاني، لما تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني، ما حدش من فكره الاغاني مصر جميله.